السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء، تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. اليوم إن شاء الله رانا راح نشوفوا بشكل تفصيلي الدرس تاعنا رقم 2 اللي هو خاص بالحروف والحركات. يعني كما قلت لكم الخطرة اللي فاتت، في الدرس اللي شفناه الخطرة اللي فاتت قرينا بلي عندنا 26 حرف اللغة الإنجليزية مقسومين 21 نقولهم عبارة عن أصوات حروف عادية، والاخرين عباره عن حركات الفتحه الضمه الكسره. راح نكتشفوهم اليوم ونقراوهم بالتفصيل. نبداو اول حاجه اللي هما الحركات. اسمع معايا مليح، الحركات الامهات اكثر شيء الامهات راهم يتبعوا فيا، اللي هما الحركات نقراوهم نسموهم the vowels. راكم كل خطره كل ما ندير حاجه كيما هنايا الدرس اللي فات صدتوني كاتبه ذ، المهم معليش هنايا تلقاوني ديما كاتبه ذ، هنايا المهم ذ. هذه ذ هي الالف واللام باللغه الانجليزيه الفاولز، كيما نقولوا حنايا بلا هذه ذ فاولز هما حركات، وكي نديروا هذه ذ هي الحركات. باش تعرفوها برك على خاطركم راح تشوفوها بزاف، هذه ذ هي عباره عن تي زائد اتش زائد اي، هي الالف واللام باللغه الانجليزيه بالعربيه the vowels الحركات. كما قلت لكم خطره اللي فاتت، من فضلكم من فضلكم امهات من فضلكم اباء من فضلكم تلاميذ، هادو حفظوهم لولادكم عن ظهر قلب، لازم يحفظهم. اي كل ما في كل دوره راكي طيبي راكي تشغلي، اعطيني خمسه vowels تاع اللغه الانجليزيه، اعطيني خمس حركات، ماذا بك تقولي لهم لو vowels وزيدي ترجميهم لهم بالعربيه. قولي لهم سالي له ذا السؤال 100 مره في النهار، 100 مرة في النهار، يكتبهم لك 100 مرة في النهار وما كيش خاسر. أني نقول لك باللي مهمين بزاف. الخمس فاولز هي رقم 1 هاي ليك، الاي قريناها البارح فاتت تنطق اي، الحرف الثاني هو الاي عفوا الاي اوكي، الحرف الثالث اللي هو الاي عفوا راي تلفوني نكتب بهم باللغه الانجليزيه اي، الحرف الاخر الرابع اربعه خمسه او اوكي، والحرف السادس هو يو. نعطيكم واحد الاستثناء، كي تبداو ان شاء الله تبداو تتقدموا تبداو في السيام ولا في الليسي، عندك حرف هذا الواي اللي هو واي 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 كما علمتوا من خطره فات، كي يكون متلصق مع واحد الحروف مع واحد الامورات نعتبروه فاول، ولكن خمسه هما الاساسيين. ما تحوسيش تفهمي مع هذا، حفظي في هذا الخمسه اللي عطيتهم لك اوكي. هذو عباره عن حركات. وش معناتها حركات؟ كي يتصلوا بالحروف الاخرين بالاصوات الاخرين يعطونا الشكل. دوك نقراهم لكم ودوك نفهمكم، نروحوا لهنايا لل21 هذو خمسه، والاخرين ال21 اللي بقاو ولا جميع الحروف اللي بقاو 21 هما عباره عن consonants the consonant. consonant معناتها الحروف ذات الاصوات ماشي ذات الحركات اوكي. the consonant عندنا حرف البي، حرف سي، حرف الدي عفوا هذه ما كاش لانها vowel، حرف الاف، حرف الجي، حرف الاتش، حرف الجي، حرف الكي، حرف الال، حرف الام، حرف الان، حرف البي، حرف كيو، حرف ار، حرف اس، حرف تي، حرف في نكتبها لكم هكا، حرف دبل يو، حرف اكس عفوا ما الصوره ماهي شويه هكذا باش تبان لكم مليح، حرف الواي هذا الواي قلت لكم هو عباره عن كونسونانت، خلاص عرفنا الكونسونانت وشنو هما، ولكن في بعض الحالات يعتبر فاول، هذوك الحالات ما تحوسوش تفهموها خلوا بعدين ان شاء الله. حرف زي ولا زاد خلاص. نروحوا الان نوري لكم الدور تاعهم. اسمع، حرف الام ولا بالفرنسي احنا باللغه الانجليزيه نقولوا له اي، حرف الاي هو في اللغه الانجليزيه يعتبر فتحه خلاص. في حرف الاي
يعتبر كسرة في بعض الأحيان قليلا ويعتبر سكون. أوكي؟ حرف الآي هو اللي بي قبل مئة يعتبر كسرة. ها باش نشكل لكم هكا، هذا يعتبر أو سكون، هذا يعتبر الآي يعتبر كسرة. الآو يعتبر الضمة. وش بقى لنا؟ يو يعتبر لنا ضمة خفيفة. أنا حاولت برك كما هذه نقولوا او، هذه نقولوا او. اوكي صح، نعطيكم مثال هنا ضمة خفيفة دوك تفهموهم. تبع معايا نعطيك مثال، نقولوا مثلا نقولوا مثلا نبدأ بحرف الآية زعما تاع الفتحة، ندو مثلا كلمة كيك. كيك معناتها باتيسري، جاتو، كيك. دوك نعطيكم السنة وكاين واحد الاستثناء الثاني نعطيهم لكم. هنا هذيك فين نقراوها اي، هنا نقولها كيك. هنا قادر تعطينا الصوت تاع اي، قادر تعطينا الصوت تاع ا. كيك كيك كيك، عطاتنا شكلتنا الحرف الاول. شوفوا دائما هذو الحروف ولا هذو الاصوات يشكلوا الحرف اللي قبلهم. اوكي مثلا نعطينا الصوت تاع اي كيك، نعطيكم هذه زعما نقولوا نقولوا جاتو، جاتو ولا باتيسري. نعطيكم مثلا سلة، كلمة سلة نقولوا با سكت. اوكي سلة، هذه الاي عطاتنا الفتحة للبي ولاتنا باسكت. اوكي فهمنا. مثلا نروحوا للهذه للاي، شوفوا في الاخر كي تجي في الاخر دائما تعطينا السكون للي قبلها، كيما هاي لي كا ايك، فهمتوا؟ عطاتنا هذه تطلها سكون كيك. خلاص نروحوا للاي، مثلا نقولوا اجلس. ها هي اقراها اللي تشوف سهله، قلنا هذه عطينا الكسره للاس واش تولي؟ تولي ست. خلاص متفاهمين؟ نروحوا مثلا هنا الحرف الاو اللي عطينا الضمه، نقولوا مثلا كتاب بوك. هاي بوك، انا عطالك زوج. هنا هذه الاو عطاتنا الضمه لهذه، نقراوها بوك. اوكي هنايا اللي تعطينا ضمه خفيفه يو او او، هنا غالبا هذه ننطقوها وغالبا وخطرات ما ننطقوهاش. مثلا نعطي لك كلمه لطيف، انت لطيف، انت هاي لك. هنا وشنو هذه اليو كشغل تشكل نفسها. اوكي هنا شكلت نفسها، نقولوا كيوت، هذه قريناها يو كيما راهي. متفاهمين؟ صح. هذو بالنسبة للحركات. نعطيكم لهذو اللي هما الكونسوننتس. هذو الكونسوننتس نعطيكم واحد الأمثلة على واحد الحروف كي يلصقوا مع بعض، تعلموهم بصفة يعني عامة. عندنا تي كي تلصق مع الأيج، باش تكون عندكم معلومات قبلية، كي تلصق هذه تي مع الايتش عندنا زوج انواع من النطق، يا ننطقوها ثا يا ننطقوها ذا. اوكي كي نديرو تي والايتش ونزيدو لها الا يعني عطينا لها الفتحه، يا نقولو لها ثا يا نقولو لها ذا. الا عطينا لها الاو يا ثو يا ذو. اوكي المهم كي تلصق الامهات تبعوا معايا، كي تلصق التي مع الايتش يا ننطقوها ثا يا ننطقوها ذا. تفهموا ديروها معاكم هذو بزاف راكم رايحين تشوفوهم. كيما الكلمه اللي علمتها لكم من قبيل علم نقراوها ذ ذ ذ ذ ولا ضمه خفيفه. اوكي اللي هي الالف واللام باللغه العربيه. عندك حرف السي، غالبا كيكون في اول الكلمه نقراوها ك، كيما هذه قط نقراوه كات. خلاص شوفوا درنا له الفتحه، درنا له الاي يعني درنا له فتحه، نقراو كات. خلاص نزيد لكم كي تكون عندنا الاس وتكون عندنا الايتش، هذه ما ننطقوهاش، ننطقوها ش. اوكي ولا ش كيما حبيتوا ش. ولكن كي تكون عندنا سي ومن بعد معاها الايتش ما ننطقوهاش ش، ننطقوها تش.
هذو من الأحسن يعني تكون عندكم معلومات هكذا باش تعرفوهم، متفاهمين؟ كي تكون عندكم معلومات هكذا باش تعرفوهم يجوكم سهلين خطرة أخرى في القراية. أوكي؟ عندنا أيضا البي كي تلصق مع الإتش ننطقوها اف اف، عفوا ماشي زعما هكا، هذه درنا لها الا نديروها الفتحه ف، هاي لك فو في، خلاص فهمنا. هادو يعني اشهر الحروف كي يلصقوا مع بعضهم كيفاش ننطقوهم، وان شاء الله كل ما نديروا درس كل ما نزيد نذكركم فيهم باش يبقاو راسخين في الذاكره. هذه نقراوها ث ولا ذ، هذه سي اغلب الاحيان نقراوها كا، الاس كي تلصق مع الاتش ننطقوها ش، والسي كي تلصق مع الاتش ننطقوها تش، الاس مع عفوا البي مع الاتش ننطقوها ف الى اخر. بعض الحروف ما ننطقوهمش كيما نكتبوهم. اوكي، مثلا عندنا الاتش، هذا الاتش ننطقوه دائما ها، وخطرات ما يتنطقش كامل، وانت ما يتنطقش كي تكون عندنا دبليو وموراها الاتش، هنا الاتش ما تنطقهاش، تقول وا كيما نقولوا وات ماذا. اوكي، زيد كاين دبليو، دبليو ما تقدرش تقرا في الكلمه دبليو ننطقوها هذه ننطقوها وا خلاص، ولا وو ولا الى اخره. زد ما نقراوهاش زد، نقولوا ز ز، زيبرا، زو الى اخره. اوكي، مثلا هذه واي ما نقراوهاش واي، نقراو يا يا ولا يو ولا يي الى اخره. اوكي، يعني بصفه عامه هذو هما كيفاش راح ننطقوهم. نصيحه للامهات، نصيحه اللي راهم يشوفوا فيا، هذا الدرس يتعاود 100 مره في النهار وماشي خساره. اول حاجه علموهم واش معنى الكونسونانتس واش معنى الفاولز، مهمين بزاف 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 بزاف، متفاهمين؟ علموهم كي لصقوا كونسونانت وموراه عفوا الفاول، هذيك الحركه تعطي للكلمه اللي تعطيها للحرف اللي قبلها. ثالثا هادو الحروف كي يلصقوا مع بعضهم واش ينتجوا لنا عن صوت، هادو مهمين يا جماعه، مهمين مهمين مهمين. لا بغى هذا الدرس اعطيه لوليدك يشوفه 100 مره. اوكي، المهم نقول لكم شكرا لكم ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. واش نعطيكم تمرين هكذا خفيف تقدروا ديروه، كتبوا لي هكذا مانيش عارفه اسماواتكم، اسمك ولا لا لا، كتبوا لي الفاولز شحال عددهم والكونسوننتس شحال عددهم، وبعدين في التعليق اكتب لي الخمسه الفاولز وشنو هما، اذكرهم لي في خمسه، اكتبهم لي الخمس حروف اكتبهم لي في تعليق. المهم نقول لكم السلام عليكم ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.